صباح الخير يا حلوين. وحدتنا اليوم اسمها المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة. كل نوع من أنواع المشروبات له أهمية خاصة في حياتنا وفوائد محددة وكثيرة لكل نوع من أنواع المشروبات سواء الساخنة أو الباردة. رح نتعرف على ما هي أنواع المشروبات الساخنة وما هي المشروبات الباردة وفائدة كل واحد فيهم في هاي الوحدة. أولاً المشروبات الساخنة. يتناول الناس عادة المشروبات الساخنة في فصل الشتاء للاستمتاع بمذاقها والانتفاع بفوائدها. من الأمثلة على المشروبات الساخنة عندنا منقوع الميرمية، النعناع واليانسون. أولاً الميرمية. من فوائد الميرمية تقليل من الإسهال، تخفيف آلام المعدة، تقليل الانتفاخ. أما بالنسبة لطريقة تحضيرها فالميرمية تنقع في الماء المغلي من 5 إلى 7 دقائق، تنقع فقط ولا تغلى حتى ما تفقد طعمها أو تفقد فائدتها. اليانسون فائدته اللي هو تقليل الإسهال، كمان تقليل مستوى سكر الدم لمرضى السكري وتقليل تشنجات خاصة اللي في المعدة. يعرف عنه أنه هو مرخي للأعصاب، يعني بيخفف التشنجات. طريقة تحضير اليانسون يغلى أولا لمدة 15 دقيقة، ثم يترك ليهدأ 5 دقائق ثم يشرب. النعناع فائدته اللي هو تخفيف السعال ونزلات البرد، تخفيف آلام العضلات والأعصاب والأسنان. طريقة تحضيره مثل اليانسون، يغلى على النار قليلا لمدة 10 دقائق ثم يترك 5 دقائق ليهدأ ثم يشرب. ثانياً المشروبات الباردة. يتناول الناس عادة المشروبات الباردة في الصيف لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل وماء لتسهيل عملية البلع وترطيب الطعام. من الأمثلة على المشروبات الباردة عصير الليمون، عصير البرتقال، الجزر، عصير الموز بالحليب. يفضل دائماً تناول العصائر الباردة بعد إعدادها مباشرة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية. رح نحكي عن عصير الليمون والبرتقال، إنهم غنيين بفيتامين سي اللي بيعطينا وقاية من الأمراض وتخفيف الحمى صيفا. أما بالنسبة لعصير الموز بالحليب، فالموز يعالج فقر الدم والضعف العام، أما الحليب فهو غني بالكالسيوم المفيد لنمو عظام الأطفال.